لا واقيلا الزوجة ديالو ما كايناش هنايا، يعني هنايا واقيلا غير كاري هنايا، ولكن الوليد وليداتو ما كاينينش هنايا. والبارح وقع اللي وقع، اخر مره تقدع عندي في العشيه ديال البارح صافي، ولكن بالليل واقيلا شربوا سمع واقيلا جا شي صاحبو شي صديق ديالو لهنايا للدار وصافي وقع اللي وقع. السيد كيخدم في السدور، يعني السيد زعما الله يعمرها دار ما عمرنا شفنا فيه شي عيب ولا شي حاجه. السيد بوليدات لا دال اللي قتلها هادشي اللي وقع اختي، قلت لك السيد الله عمرها دار زعما ما عمرنا شفنا فيه شي عيب ولا شي حاجه. لا هذا اللي قتل هاد السيد هي القاتل، يعني ديما كيتقدى عندي هنايا، ديما كيجي السيد الله عمرها دار. والسيد بوليداته حيت سمعت ما عمرني شفتو، حيت ما كنعرفوش اصلا زعما ما كنعرفش لا وليداته لا والو، ولكن قالوا لي مزوج وعنده وليداته. الترونكيل كيجي يتقدى، ما عمرنا شفنا فيه شي عيب. تقريبا 33 عام هكاك وخدم في السدور، هادشي اللي كاين اختي. والبارح وقع اللي وقع، اخر مره تقدع عندي في العشيه ديال البارح صافي، ولكن بالليل واقيلا شربوا سمع واقيلا جا شي صاحبو شي صديق ديالو لهنايا للدار وصافي وقع اللي وقع. لا واقيلا الزوجه ديالو ما كايناش هنايا، يعني هنايا واقيلا غير كاري هنايا، ولكن الوليد وليداتو ما كاينينش هنايا. ومع تقريبا الوحده ونص ديال الليل ولا جوج وسمعنا صداع والغواس، ولكن سميتو ما ماتش هنايا، مات واقيلا مات في السبيطار. داكشي اللي سمعت قال لك مات في السبيطار، لا واقيلا ماشي ولد السكينه صاحبو. لا ما عمري شفتو معاه وما كنعرفوش اصلا، والله ما عرفت اختي، يعني انا ما عنديش. واقيلا اختي سمعت قال لك ضربوا بشي قرعه ولا ما عرفت لراسو، ما عرفت ضربوا شي جوج ضربات واقيلا وضربوا في رجليه، يعني هو ما يقدرش يوقف مازال، هبطوا حتى لتحت تما فين داتو لوبيلونس ومات في السبيطار، ما ماتش هنايا. انا ما سمعتش حتى الصباح مع هذيك جوج واقيلا ولا لوحده ونص تقريبا، هادشي اللي سمعت اختي. هو تشد لقاو في الدار نيس تما فين داوه، هاد شخصي ولا بزاف كثر بزاف. وقيلا جوج هو وصاحبه.